كان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي من أول من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الجمعة لمجلسي الشورى والخبراء، فيما الرئيس الإيراني حسن روحاني يحاول تعزيز سلطته وسياسته الانفتاحية التي ينتهجها أمام المحافظين. ويصوت نحو 55 مليون إيراني ممن يحق لهم الاقتراع لانتخاب 290 نائبا لمجلس الشورى و88 عضوا لمجلس الخبراء. أهمية هذه الدورة الانتخابية تكمن في أن خطوطها واضحة ويمكن أن تتبين الإصلاحيين من المحافظين، لذلك سنصوت لقائمة الإصلاحيين. ويهيمن المحافظون على مجلس الخبراء الذي يضم رجال دين مكلفين تحديدا في تعيين المرشد الأعلى للجمهورية. صنعنا يوما تاريخيا في 2013، كان يوما للتغيير، علينا أن نستمر في هذا الاتجاه من أجل أن نتمكن من إدراك خطط الرئيس روحاني. ودعا قادة التيار الإصلاحي في طهران الناخبين بالتصويت بكثافة للإصلاحيين المؤيدين لروحاني. انتخابات اليوم تنظم في وضع يشكل فيه المعتدلون والإصلاحيون ائتلافا شاملا للفوز بمقاعد المحافظين الأصوليين الذين شكلوا الأغلبية في الجولات الثلاث السابقة.